championnat, sûrement pourra remporter le championnat. L'incertitude également concerne le championnat marocain, vous le savez, deux équipes, voire trois, sont en course pour le titre. Et dès dimanche, on en saura plus, puisque le Raja de Casablanca accueille le Kifa à Tel Jadida, le Kifa qui a encore une petite chance de terminer en tête du championnat. Ça sera très difficile, mais le Kifa a encore une toute petite chance. Le Raja de Casablanca a aussi son destin entre les mains en cas de victoire lors des trois derniers matchs contre le Kifa, ensuite face au Mourad de Quatron, et puis surtout un déplacement chez l'Olympique de Saint-Pierre qui n'a pas encore assuré son maintien. Ça sera peut-être la 29e journée. Voilà donc pour Sport et l'émission de ce vendredi. On se retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 17h pour une nouvelle édition de Studio Sport. Dans un court instant, eh bien, Al-Masaïa avec Choukri El-Bakri. Excellent début de soirée. Le travail, ce n'est pas toujours du repos. Alors pour vous offrir tout le confort et la détente nécessaire avant ou après une bonne journée de travail, Ibis ouvre un nouvel hôtel au cœur du plus grand centre d'affaires de Casablanca. Nouvelle literie sous le même by Ibis. Les chambres aussi en cintrée, les équipes souriantes à votre écoute à toute heure du jour et de la nuit et au meilleur prix. Nouvelle hôtel Ibis Casablanca Virchor. Le confort à tout autour, au centre de tout. Réservé sur ibishotel.com. المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تتناول سبل تطوير علاقات التعاون والثقة التي تجمع المغرب والمؤسسة المالية الدولية. عن الحرب في سوريا، لأول مرة منذ سنتين دخل الجيش السوري إلى الحي القديم لمدينة حمص بعدما غادرها مسلح المعارضة في إطار اتفاق غير مسبوق مع النظام السوري. وفي باقي فقرات المسائية، في ماركو من مدريد، مدريد التي تعمل على تقويم اقتصادها بتحفيز المنتوجات المحلية. وجهة نظر عبد الحكيم القروي، الانتخابات الأوروبية على بعد 3 أسابيع، استحقاقات مهمة لكن عادة ما لا يعبأ بها في فرنسا. الحسن العسيبي في منبر حر، شهادة استشرافية في الذكرى 4 لرحيل محمد عابد الجابري. في المسائية أيضا وككل مساء، مدارات ثقافية واقتصادية ورياضية لنرسو بسفينتنا الإخبارية في 8:30 بحول الله. بسم الله مجراها ومرساها. إذا نبحر على متن المسائية، وقبل أن نستهل أول مواعيدنا الإخبارية في نشرة المغرب العربي، نتوقف عند فقرة طقس الفلاح التي يقدمها مولاي هاشم العلوي. جزاكم الله حول على أخواتي إخواني. الطقس ديال الغدا بحول الله، الحال غادي يكون مغيم في غالب الأوقات نواحي تافيلات من الجهة الشرقية، ومقلب ما بين غيام وشميشة في النواحي اللي في شمال جبال الأطلس المتوسط. وفي النواحي الاخرين الحال عامة صافي ومشمش، الريح عامة مازال شرقي في عدة نواحي ومناطق فلاحية، وما غادي يكون تيسود من الجهة الغربية الشمالية إلا في نواحي الغرب وسايس والشاوية وتادلا والحوز ومناطق درعا وتافيلات. القوة ديالو طالعة شوية في السهول الغربية ما بين الدار البيضاء وآسفي، وطالعة بالمعقول في المناطق الصحراوية. الرطوبة متوسطة ما بين 60 و 75% في جل النواحي ما عدا المناطق الدخلانية والجنوبية، فاش ما غادي توصل إلا ما بين 25 و 40%. الحرارة تمام بحال ديال البارح، 22 درجة في واد الذهب، 23 درجة في نواحي الريف والمنطقة الشرقية، 26 درجة في ناحية الغرب، 28 درجة في نواحي اللوكوس عبدا والبلاصة المتوسط، 30 درجة في نواحي الشاوية دكالا والساقية الحمراء،
33 درجه نواحي السايس درعا مختلفات 36 درجه نواحي التادلة والحوز و 38 درجه ناحية السوس. اذا الحال بحال ديال البارح، سخون ودافي ومهدل من ناحيه الريح والرطوبه. وهذا الطقس كما تنقولوها دائما غادي يشع عده حشرات وبخوش ودود يتكاثروا في الزراعه ديال الدابا، بحال بالخصوص زراعه البصله اللي مهدده بالدود ديال الدباله البصله اللي تتهلك الغزل وتضعفوا الى ما قدرتش عليه في مره واحده. وهذا علاش المراقبه ديال الزراعه والوض والساق ديالها لازمه، واذا كان لازم شي الشهر دول خاص ضدها والله الموحد. نبقى في اجواءنا الاقليميه ونستهل اول مواعيدنا الاخباريه بنشره المغرب العربي مع الزميل ايمن الاحمد. تطوير علاقة التعاون والثقة التي جمعت على الدوام المغرب وصندوق المغرب.